إن شاء الله رح نشرح تشابتر 4 عن مادة أساسيات شركات. رح نشرح فكرتين اللي هي نودل ومش. في بالتشابتر سوبر نود وسوبر مش، بس هدول مو داخلين بالأساسيات لذلك ما رح أشرحهم. تمام، رح أبلش بنودل. نودل شو فكرتها؟ نودل هي عبارة عن جمع تيارات تماما مثل الكسيال. هلأ بالكسيال كان يكون عندي هيك السيركت، على فرض انها مثل هيك، كنت احكي انه هاي نفس الفولتية لانه كلياتهم بارلل، يعني هذه في اكس على فرض كلياتهم فولتيتهم في اكس، لانه هاي الريفرنس دائما فولتيتها زيرو. تمام، كنت احكي انه يعني اعمل معادلة واحدة بمجهول واحد اللي هو الفي اكس. مجرد ما اوجدت الفي اكس انا بوجد الفولتية على كل برانش من هدول لانه كلياتهم نفسها، وبوجد قيمة التيارات هون. وهون إذا كان مجهول مثلا على فرض إنه هاد كان تيار 2 في إكس وهاي كانت في إكس، هي صفت هيين. فكنت أحكي إنه معادلة واحدة مجهول واحد وأحلها. نودل نفس المبدأ، بجمع تيارات بس بيكون عندي أكتر من نود بالتالي أكتر من معادلة. تمام، على عدد النود رح يكون عندي معادلات. رح بلش بهذا الاكزامبل. عندي هاي السيركت، طبعا هي برموز رح نشرح هيك مبدئيا بعدين نحل امثله. عندي هاي النقطة بتجمع ثلاث اسلاك او ثلاثة اليمنت، بالتالي هاي نود 1 رح احكي انها في 1، هاي نفس الشيء في 2 وهاي في 3. هاي الريفرنس فولتيتها زيرو. تمام، هلا انا بدي اجمع تيارات بس لكل نود لحالها. اوكي، في 1 هلا شو مشبوكه معها؟ مشبوكه معها ريزيستنس، وهون ريزيستنس وهون فولتيه. ما انه هاي زيرو فبالتالي في اس هي نفسها في 1. ليه؟ هلا هاد البرانش شو فولتيته بدها تكون؟ الفولتيه الكبيره ناقص الصغيره بتصفي فولتيه هاد البرانش. اوكي، طيب اذا هاي زيرو فبالتالي فولتيه هاي ناقص هاي تطلع هاي، وهاي زيرو بالاصل، يعني تكون v1 minus 0 بتساوي vs، بالتالي v1 بتساوي vs. هيك بوجد الفولتيه. دائما لما يكون عندي برانش فيه بس فولتيه لحالها مشبوكه مع الزيرو بحكي انه النود اللي هون هي نفسها قيمه الفولتيه هاي. اوكي، طيب تمام، هاي V1 فيش داعي أوجد لها معادلة لأنه أنا عارفة فولتيتها اللي هي عبارة عن VS. أوكي، رح أوجد ال V2. V2 بدي أوجد لل R مثلا التيار اللي ماشي بهذا البرانش اللي هي V2 minus 0 على R4. R4 ما في داعي أكتب الزيرو لأنه يعني ما رح تأثر على المعادلة. تمام، زائد هسا انا بدي اجمع كل التيارات اللي داخله بهذا النود واللي طالعه منه. حكيت انه v2 minus 0 على r4. طيب اذا كانت الريزيستنس مشبوكه بين 2 نود يعني مش 0 بحكي اللي انا عندها ناقص البعيده عني على قيمه ال r، يعني v2 minus v1 على r2. لو كنت هون بحكي v1 minus v2 على r2. اوكي، بس لاني عند ال V2 عم بوجد لل V2 بحكي V2 minus V1 على R2 زائد V2 minus V3 على R3. R3 بتساوي 0. ثلاث أسلاك داخلة منها ثلاثة تيرم اللي كانوا بالمعادلة. هيك بتأكد معادلتي صح. طيب ماشي، النود 3 بدي أوجد معادلتها، نفس الشيء V3 minus 0 على R5 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 زائد حكيت عم بجمع تيارات V3 minus V2 على R3، لأن عند ال V3 حكيت V3 ناقص V2، لما كنت عند ال V2 حكيت V2 minus V3. V3 minus V2 على R3 زائد ضل هاي اللي هي v3 minus
ال V1 أو ال VS same، ما نفس الإشي يعني. V3 minus ال VS على فرق على R1، بشوف المقاومة وين مشبوكة، وين أطرافها، هاي طرف هنا وطرف هون، هاي كذلك طرف هون وطرف هون، بتساوي زيرو. ثلاث أسلاك داخلين على النود، ثلاثة تيرمز، هيك بتأكد إنه أنا عم بحل معادلة صح. هلا معادلتين بمجهولين، شو المجهولين؟ اللي هو V2 و V3. حكينا إنه V1 قيمتها VS على فرض إنها تكون مثلا 20 أوم، 20 فولت، فبالتالي هي معلومة معي. لو ما كانت معلومة بحكي إنه V1 minus V2 على R2، V1 minus V3 على R1، وهاي VS هي نفسها ال V1 يعني. فلو حكيت VS minus V2 على R2 it's same، لأنهم نفس القيمة. أوكي، هيك بكون إيش أوجدت المعادلة، بحلهم على الكالكوليتر تطلع معي الأجوبة مباشرة. هلا رح نحل وحدة لما نحل الاكزامبل بأرقام. طيب في حال كان جوا السيركت مش طالب بس V1 و V2، طالب مني تيارات. هلا لو طالب مني هذا التيار ومعطيني اتجاهه هيك، شو قيمة هذا التيار؟ على فرض اسمه IX. IX بتساوي V2 minus 0 على R4. ليه V2؟ رأس السهم ناقص، سوري، ذيل السهم ناقص الرأس على قيمة المقاومة اللي ماشي فيها. ذيل السهم ناقص رأس السهم على المقاومة اللي عم بوجد تيار حواليها. يعني بتساوي V2 minus 0 على R4. لو كان هيك اتجاهه بحكي سالب V2 على R4، سالب يعني 0 minus. تمام. هلأ في حال كان هاد التيار اللي طالبه يعني مقاومة مشبوكة على الزيرو. طيب لو كانت المقاومة هاي اللي هي R3، هاد أوضح، على فرض كان معطيني هيك اتجاه، بحكي نفس الشيء، ذيل السهم ناقص رأس السهم على قيمة المقاومة، يعني IY بتساوي ذيل السهم اللي هي V2 minus V3 على R3. لو العكس، V3 minus V2 على R3. طيب لو ما حدد لي وحكالي find the current through R3 اللي بمر بال R3، بحكي انه الفولتيه الكبيره، بوجد اول شيء طبعا الفولتيات، اكيد رح اوجد الفولتيات سواء بهاي او بهاي او بدون ما يحكي لي، لازم اوجد الفولتيات. بحكي انه الفولتيه الكبيره ناقص الصغيره على قيمه المقاومه. طيب تمام، لو ما حط لي سهم اعطاني اشارات، يعني على فرض هون موجب وهون سالب، كيف هاي بحلها؟ بحكي الموجب ناقص السالب على قيمة المقاومة. تمام؟ يعني هيك بده يكون شكل التيار، يعني ماشي من الموجب للسالب. طب ليه بلشت من الموجب؟ لأنه احنا حكينا المقاومة تيارها بيدخل من الموجب، فأكيد التيار بده يفوت من هنا، فبالتالي صفر رأس السهم هون وذيل السهم هون، يعني نفس الشيء رح تكون V2 minus V3 على R3. لو حكالي انه هون موجب وهون سالب، بحكي من الموجب للسالب التيار بده يفوت، فيعني هيك R3 V3 minus V2 على قيمة R3. هاي بالنسبة للتيار لأنها بتخربط، يعني في حال ما أعطاني اتجاه ولا إشارات بحكي إنه الكبيرة ناقص الصغيرة على قيمة المقاومة. في حال أعطاني اتجاه سهم بحكي ذيل السهم ناقص رأس السهم على قيمة المقاومة. لو ما أعطاني اتجاه السهم أعطاني polarity، يعني هدول الأقطاب، بحكي التيار بده يفوت من الموجب للسالب لأنها مقاومة، مقاومة يعني absorb يعني تستهلك، فبالتالي تيارها دايما داخل من الموجب. هلا داخل من الموجب، فبحكي إنه الفولتية اللي عند الموجب هادي ناقص سالب على R3، أو برسم سهم إنه التيار بده يكون داخل من الموجب، فبحكي ذيل السهم اللي هو صفر V3 ناقص V2 على R3. هلا
مبدئيا هاد كل اشي، بس هلا بدنا نحل امثلة. هلا هي هذا واحد بسيط هيك لطيف، بدي اوجد في1 وفي2، وين في1 وين في2. هذا واضح، هاي في1 وهي في2، هاي الريفرنس زيرو معروف يعني مش داعي اوجدها، وما في نود تانية. اوكي كيف بوجدها؟ حكيت بدي اعمل معادلات نودل. كيف بوجد معادلات النودل؟ نودل بيجمع تيارات، يعني بدي اوجد تيارات اللي داخلة على ال V1 والتيارات اللي داخلة على ال V2 على الكالكوليتر واحلها. طيب ماشي، هلا بدي اوجد تيار اللي على 2، فبحكي V1 ناقص 0 على 2، V1 minus 0 على 2 زائد V1 اللي انا عندها ناقص البعيدة يعني على 5، V1 minus V2 على 5. هيك اوجدت التيار اللي ماشي بالخمسة. ضل هذا البرانش اللي هو اصلا current source داخل بالنود، يعني سالب طالع من النود موجب، داخل سالب طالع موجب. هلا هاد داخل بالنود يعني minus 3.1 equal to 0. ثلاث اسلاك داخلين بالنود 3 terms، معادلتي صح. حكيت V1 minus 0 عتنين، هيك اوجدت التيار هاد البرانش اللي هو تبع 2 ohm. V1 minus V2 على 5 لأني عم بوجد لل V1، وهون current source داخل في النود يعني سالب 3.1. هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية نفس اللي مبدأ، بحكي V2 على 1 أو V2 minus 0 على 1 same زائد V2 minus V1 على 5، V2 minus V1 على 5 زائد تيار طالع من النود يعني موجب زائد سالب 1.4. ما إلي بقيمته هو كسورس إنه موجب أو سالب، إلي باتجاه السورس، طالع من النود موجب، داخل على النود سالب، بتساوي 0. أوكي هلأ باجي على الكالكوليتر عشان أحلها. هلا هيك مود equation هي نمبر 5. بعدين انا عندي معادلتين بمجهولين، بختار الاولى. بس بتفرج على الاولى معطيني معامل x زائد معامل y بتساوي القيمه المطلقه اللي هي بعد المساواه. انا هون حطيتها قبل المساواه، فبالتالي بضطر انقلها هون بعدين ادخلها. يعني انا لو دخلت قيمتها هيك رح يعطيني حل خطا، مع انه معادلاتي صح بس حلي خطأ، لانه الكالكوليتر نفسها مبرمجة على انه القيمة المطلقة او C هي عبارة وين؟ بعد المساواة، فواحد لانه معادلتين بمجهولين. اول شي رح اخذهم لبعد المساواة، خلص بشطبها، وهاي 3.1 لانها كانت ماينس، هاي نفس الشي ماينس فتصير 1.4، وهيك بحلها. طيب ماشي، في داعي أبسط المعادلات ما إنها إلها كسور؟ لا ما في داعي، كالكوليتر بتبسط لحالها وعم تمشي أولويات. طيب ماشي، عندي الـ A رح أدخل معادلات الـ V1، عندي الـ P رح أدخل معادلات الـ V2، تمام، والـ C هي الحد المطلق. هلأ V1 أول معامل إلها اللي هو نص 1 تقسيم 2، تمام، زائد هنا 1 على 5، 1 تقسيم 5 زائد، ضل إشي ما ضل إشي، خلص دون الزائد. هاي بدي أروح على الترم الثاني بحط يساوي. طيب ماشي، معادلات الـ V2 اللي هي minus 1.5 minus 1 على 5 اللي هي 0.2، طيب بحطها عادي minus 1 تقسيم 5. إلها معاملات تانية الـ V2؟ لا ما إلها، خلص. طيب الحد المطلق ما في الا 3.1 بحطه، لو حطيت سالب 3.1 رح يطلع معي خطا. يساوي بعد ما اخلص من كل وحده بحط يساوي بنزل اللي وراها. هون ماني عم نزلت المعادله الثانيه، ما بعبي اول شيء في2، نفس الشيء بضلني ماشي على نفس الستب اللي هي في1 اول، في2 بعدين الحد المطلق. في1 شو معاملها؟
سالب واحد على خمسة هيها، فبحكي ماينس واحد تقسيم خمسة، تمام، ما إلها معاملات تانية. زائد سوري يساوي، عشان نروح للي وراها، V1 أول مع V2 أول معامل إلها واحد، هو واحد على واحد، زائد الثاني اللي هو واحد على خمسة، ما إلها إشي تاني خلاص. هاي ما بحط السالب واحد على أربعة لأنه أنا أخذتها على الطرف الثاني، صارت 1.4. بحط مساواة كمان مرة. هلا X اللي هي V1 بتساوي 5 فولت، V2 بتساوي 2 فولت، تمام. هلأ هيك أنا أوجدت الفولتيات. طبعاً هي كتير سهلة نودل، خصوصاً لأنه أنا بس بوجد معادلات، والكالكوليتر اللي بتحل ما بتغلب أنا بالحسابات، وحتى ما بضطر أبسط، يعني بس معادلات ودخل على الكالكوليتر هي بتحل. طيب أوكي، هلأ هون طلب مني تيار الخمسة وأعطاني إياه، هيك شو بحكي؟ ذيل السهم ناقص راس السهم على قيمة المقاومة، التيار. طيب تمام، كم قيمة التيار؟ V1 5 ناقص 2 على 5، يعني 5 I 5 is equal 5 اللي هي V1 ذيل السهم ناقص راس السهم اللي هي V2 على قيمة المقاومة اللي هي 5، 3 على 5. تمام، لو طلب فولتية الخمسة، كم فولتية الخمسة؟ فولتية الخمسة اللي هي عبارة عن نفس الشيء V2 minus sorry V1 minus V2 اللي هي V للخمسة بتساوي 3، اللي هي 5 ناقص 2. نفس الشيء ذا السهم ناقص راس السهم. طب لو حكالي انه هنا سالب وهنا موجب، بحكي انه مقاومة تيارها دايما داخل من الموجب، فبالتالي هيك اتجاه التيار رح يكون ماشي. ذيل السهم ناقص راس السهم، هاي طلعت فولتيتها اللي هي V2 minus V1 اللي هي سالب 3، هاي على فرض الثاني اللي هي بتكون V2 2 ناقص 5 على قيمة المقاومة هي سالب 3 على 5. هلأ إذا هو محدد اتجاه التيار أنا بعطيه سالب 3 على 5، وبالخيارات بتكون سالب 3 على 5 وبتكون 3 على 5 كمان، لأنه محدد لي اتجاه، فبالتالي جوابي المفروض يكون واحد. أوكي، هلأ بينما لو مو حاط لي لا اتجاه ولا بولاريتي وطلب قيمة التيار، ما بحط لي إنه 3 على 5 وسالب 3 على 5، بحط لي واحدة منهم بس لأنه التنتين صح، بس اللهم اتجاه، بس هو بحط لي واحدة منهم. لو حط لي 3 على 5 هي صح، سالب 3 على 5 برضو صح، بس طبعا الصح اللي هي 3 على 5 لأنه هاي اتجاهها خطأ، بس هاي اتجاهها وقيمتها صح. طيب نفس الشيء هاي انسوها هيك، طالب فولتية الخمسة ومحدد لي هيك الاتجاه، نفس الشيء بحكي V2 minus V1 لأنه محدد لي بولاريتي ومحدد لي اتجاه سهم، فبتساوي سالب 3. نفس الشيء هي عبارة عن البولاريتي بالعكس يعني. هلأ هاد بالنسبة لهذا الإكزامبل. طيب تمام، لو طلب تيار هاد الواحد هو عبارة عن V2 على واحد، هيها V2 على واحد، هذا تيار هاد البرانش اللي هي 2 على واحد واحد، سوري 2 2 على واحد 2، يعني التيار اللي هون ماشي هيك اتجاهه 2 أمبير. أوكي، كيف عرفت انه هيك اتجاهه؟ لأنه هاي زيرو بالأصل، فبالتالي V2 minus 0 على واحد، أو الفولتية الكبيرة ناقص الفولتية الصغيرة على زيرو. لا، الفولتية الكبيرة ناقص الفولتية الصغيرة على قيمة المقاومة، سوري. تمام، طيب لو طلب مني التيار هاد، بحكي انه 0 minus V1 على 2 ذيل السهم ناقص راس السهم على قيمة المقاومة هي تساوي سالب 5، لا سالب 5 على 2 بتكون 0 minus V1 اللي هي 5 على قيمة المقاومة اللي هي 2 بتساوي سالب 2.5 أمبير. طيب ماشي، هلا هاد بالنسبة لهذا الإكزامبل. طيب ناخد واحد تاني اللي هو هاد، فيه فكرة بس بسيطة غير عن هديك. نفس الشيء هون بده أوجد الفولتيات
بعدين احنا رح نوجد مطالب جديدة. اول شي بحدد النود، هاي نود، جمع مجموعة اسلاك، هاي نود، ممكن اعتبر هذه نود وهذه ايش الريفرنس زيرو. تمام، بدي اوجد معادلات، ممكن احلها باني اوجد ثلاث معادلات بثلاث ثلاث متغيرات. ممكن انا ابسط حالي، هلا بنشوف كيف. هلا حكينا انه هاي في1 في2 في3، في1 بدها تساوي كم؟ 20. حكينا لما يكون عندي فولتج سورس مشبوك مع الزيرو ومع الفي او مع النود، بحكي انه قيمه النود هي عباره عن الفولتج سورس. ليه؟ لانه فولتيه هاد البرانش هيك هي عباره عن في1 ماينس في الريفرنس اللي هي ايكوال تو 0، هيك بطلع الفولتيه. ف في1 ماينس 0 بتساوي 20، يعني في1 20. هيك ايش انا ارتحت مني اوجد معادله لهي، خلاص هي معي، خلاص ما في داعي لها، بحط 20 مباشره وبصير لما احل اوجد على اساس انها 20. بطنشها، ما بوجد لها طبعا معادلات. طيب بدي اوجد لهاي هي في2، في2 ماينس 20 على 15 زائد في2 ناقص 0 على 15 زائد. هلا هون الفكرة، هلا فولتية هاد البرانش كلياته، يعني انا بدي احكي انه v2 minus v3 على 30، بدي احلها اول شيء هيك اللي هي v2 minus v3 على 30، ثلاثة terms وثلاث أسلاك تساوي 0. هلا v3 v2 ما في داعي لها، فهي عبارة v3 minus v2 على 30 داخل بالنود يعني سالب ناقص 4 تساوي 0. تمام، معادلتين مجهولين اللي هو v2 v3. كيف ممكن احلها على الكالكوليتر؟ نفس الشيء، بعدين mod equation معادلتين مجهولين يعني واحد. طيب بدي ادخل اول شيء معاملات ال v2، واحد تقسيم 15 زائد واحد على 15 كمان زائد واحد تقسيم 30. هاي هذا هاي وهاي وهاي دخلتها. تمام، v2 سوري v3 شو معاملاتها؟ هي سالب واحد على 30، سالب واحد تقسيم 30. تمام، هسا الحد المطلق كم؟ لا لا هيك اتفرج عليها بحكي ما في حد مطلق، غلط. هاي العشرين على 15 هي حد مطلق، هي عبارة اصلا عن v2 على 15 ناقص 20 على 15 لو بدي اوزع المقام. فبالتالي هاي باخدها هون تتصير 20 على 15، 20 اللي هي هاي الفولتية. تمام، فلازم اكون كتير منتبه للفولتية اللي انا معاي قيمتها وبحطها بالمعادلات مثل كأنها فولتج، وبنسى انها هي مطلق، يعني هي مش متغير، هي لها قيمة ثابتة، فبالتالي هاي بتكون حد مطلق لازم اخذها لبعد المستوى. فبالتالي سي اللي هي عبارة عن 20 تقسيم 15. طيب الثانية بدخل معاملات ال V2 ماينس 1 تقسيم 30، معاملات ال V3 اللي هي 1 تقسيم 30، وهاي الحد المطلق هي كم؟ 4، بتاخذها على الجهة الثانية بصير 4. تمام، V2 40 V3 160، حليتها معادلتين متغيرة. طيب تمام، أنا بدي أحلها معادلة واحدة متغير واحد، كيف؟ هلأ حكينا نحنا إنه نودل بتجمع تيارات. هسا أنا إذا معاي تيار هاد البرانش في داعي أوجد الفولتية؟ لا، أنا بدي تيار هاد البرانش، أوكي؟ معاي اللي هو 4 أمبير، أنا حطيت فولتية هون وصعبت على حالي، هو نفسه الأربعة بتمر بالتلاتين يعني،
بس انا طولت حالي وزدت في 3 صح الجواب، ولما احل بيطلع صح. بس هسه انا لو بدي اتفرج عليها هو نفسه هذا البرانش فيه أرب فيه 4 امبير، لان اوجد له فولتي اذا انا معي تيارة. طب ما خلص بجمع الأربعة وبنسى 30، تمام. انا عم بجمع تيارات، معي التيار، اوجد معادله له، ليش رح احلها هيك صفه انه انا مش بحاجه لبي 3. انا بي 2 بس هي اللي بحتاجها، وبوجد من خلالها كل شيء. بدي احلها مره ثانيه، المفروض يطلع معي بي 2 40، تمام. اوكي، معادلات جديده، بي 2 ماينس 20 على 15 تمام، زائد V2 على 15 زائد V2. في داعي احكي هون V2 ماينس V3 على 30؟ لا، حكيت انه انا معي التيار، فبالتالي انا عم بجمع تيارات بالاصل، فخلص باخد قيمة التيار جاهزة، ما في داعي الف وادور واغلب حالي، تمام. الاربعة داخل بالنود يعني سالب، ناقص اربعة بتساوي زيرو. اوكي، صفت معادلة واحدة، مجهول واحد. برتبها عشان اخد على الجهة الثانية، V2 على 15 زائد V2 على 15 بتساوي 20 على 15 زائد 4. اخدت هاد وهاد. اوكي، ببسطها على الكالكوليتر انا وبحلها، واحدة 15 واحدة 15 اللي هي 2 على 15. V2 بتساوي 20 على 15 زائد 4، 20 تقسيم 15 زائد 4. هلا معي هاي القيمة اللي هي عبارة عن 16 على 3. كيف بدي أخلي V2 لحالها؟ بضرب 15 على 2 ضرب 15 على 2 40. حليتها بمعادلة واحدة اللي هو مجهول واحد اللي هو V2، وهيك خلصت معي. آية 40. هيك انا بس بسطت على حالي انه انا ما في داعي اعمل معادلتين، وانا باستطعتي اعمل معادلة واحدة. دايما ضلني متذكرة انه انا بنودل عم بجمع تيارات، اذا انا عندي تيار البرانش ليه ما في داعي اوجد له فولتية واغلب حالي اطول المسألة على حالي؟ اوكي، خصوصا انه امتحان السيركت عبارة عن وقت وسرعة، تمام، فالمفروض نكون كتير سريعين، بس بدرجة انه انا ما اخربط، مش سريع واخربط، سريع بدون ما اخربط. هلا هذا فكرته شو كانت؟ انه انا بس عندي تيار البرانش ما في داعي اوجد فولتية واصير افصل وحالتي حالة، لا خلاص معي تيار البرانش وانا عم بجمع تيارات، ما في داعي اوجد معادلة لهذا البرانش اذا معي تيار، تمام. اي مطلوب على هذا شو ممكن يكون؟ تيار ال 15 اذا كان محدد لي اياه هيك، بحكي انه 20 ناقص 40 على قيمة ال 15. مو محدد لي بحكي 40 ناقص 20 على 15. تيار ال 15 اذا محدد لي اتجاه بمشي ذيل السهم ناقص راس السهم، مش محدد لي بحكي V2 على 15 ل 40 على 15. تيار العشرة معاي يعني اوريدي معروف، اصلا هم هذول تنتين بارلل مع بعض اللي هي ال 20 والعشرة، فبالتالي فولتية العشرة امبير، فولتية العشرة اوم هي عبارة عن 20 فولت، سوري عم بخرب، فولتية العشرة أوم هي عبارة عن 20 فولت، بالتالي معي الفولتية ومعي قيمة المقاومة بوجد تيارها اللي هو 2 20 على 10، تمام. معي تيار هاي 15، أوجدنا تيارها إنه الفولتية الكبيرة ناقص الصغيرة على قيمة المقاومة أو حسب ما هو محدد اتجاه. هون نفس الشيء معي تيارها مباشر اللي هو الأربعة، وهون كذلك. طب لو طلب فولتية 30 رح تكون 4 في 30، تمام؟ طيب على الفرض أنا مغلب حالي وموجد V3، أوكي؟ V3 طلعت معي كم؟ 160، أو 160 وهاي 40، تمام؟ بده فولتية 30، فولتية 30 بدها تكون 160 ناقص 40 هي 120. طيب تمام، لو أنا ما غلبت حالي أوجدت الـ 160 فبحكي 4 في 30 120، نفس الجواب. شو ما لفيت رح يطلع معي نفس الجواب، تمام.
السيركت لو حليتها بألف طريقة جوابها واحد. يعني ممكن أنا عم بحلها هون نودل، لما ناخذ المش ممكن أنا أحلها مش حيطلع معي نفس الجواب، ما في اختلاف. أوكي، الفولتية نفسها، التيار رح يكون كمان نفسه. هلأ هاد example، ضل example واحد. هلأ اللي هو هاد، هاد فيه فكرة بسيطة بس. هلأ هون هذا الاكزامبل موجود جوا السلايدات، تمام، بس هون كان مكتوب في مقاومة قيمتها 4. اوكي، هلأ انا شلت المقاومة بس عشان احكي شغلة واحدة، اللي هي كتير مهم اكون عارف انه على طول السلك الفاضي هي نفس النود، تمام. يعني على فرض حكيت هاي V1 هاي V2 هاي شو، لأول وهلة رح أحكي إنها V3، غلط، هي V1. ليه؟ لأنه على طول هذا السلك نفس النون، هون أول السلك هي V1، رح يضلوا على طول السلك هي نفسها V1، يعني هاي V1 مش V3، V1 على طول السلك الفاضي نفس النود، تمام؟ طول السلك الفاضي نفس النود لنفس السبب بتشرت المقاومة لما يكون عندي برلل معاها سلك فاضي، لأنه برلل معاها سلك فاضي بالتالي هي فولتيتها نفس فولتية السلك الفاضي، فولتية السلك الفاضي زيرو، تمام؟ هلأ أنا إشي فولتيته زيرو، ما بدي أبعد عن موضوع النودل بس بدي أحكيها. هلأ المقاومة ومعها سلك فاضي برلل، تمام؟ إحنا بنحكي إنه المقاومة بتروح، ليه راحت؟ لأنه فولتيتها رح تصير زيرو. ليه فولتيتها زيرو؟ لأنه على طول السلك الفاضي هي نفس النود، هاد هيك 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 هي نفس الفولتية، تمام؟ نفس النود يعني نفس الفولتج، النود هي فولت. أوكي، هلأ شوف فولتية التلاتة اللي هي عبارة عن في هاي ناقص الفي هاي، بطلع فولتية على فرض هاي التلاتة، يعني بمعني بحكي تلاتة، طب هي في ناقص في زيرو، تمام؟ فبالتالي ما انه فولتيتها زيرو كم تيارها زيرو، بالتالي ما في مقاومة. يعني هون نفس المبدا، عطول السلك الفاضي نفس النود. اوكي، اذا هاي في 1 وهاي في 1، تمام. طيب بيزبط احكي انه الثلاث بارلل مع السلك الفاضي اذا الثلاث راحت؟ لا لا ابدا. ليه؟ الثلاث مشبوكة على هذا النود، تمام، وهاي السلك الفاضي مشبوكة على هاي النود، تمام. الثلاث مشبوكة هون على الفي 2، بس هذا مش مشبوك على V2، هاي عبارة عن تقاطع أسلاك، إنه هاي هذا السلك هيك وهذا هيك، يعني بس بالرسم لأنه إحنا بالدوسيات أو بالكتب 2D الرسم، فبالتالي مبينهم متقاطعين، بس هو لا، إنه هيك فوقه، تمام. حكينا إنه السبعة كمان مش بارلل مع السلك الفاضي أو مع الشورت سيركت، لأنه هون أوكي هي مشبوكة على V1، بس هاي مشبوكة على V2 والسلك الفاضي هون V1، اوكي، فهي مش برلل معه. بس هيك لو بدي اتفرج اكتر بلاقي انه السبعة والثلاث برلل مع بعض، يعني اكيد ما رح يجيب لي اختصرهم او اشي، بس يعني يكونوا عم بفهم او اشي. احنا حكينا البرلل شرط فيه انه يكونوا مشبوكين على نفس النود. اوكي، الثلاث مشبوكة على V1 والV2 والسبعة مشبوكة على V1 وعلى V2، بالتالي هم التنتين برلل. اوكي، حتى سالب 3 امبير هي برلل معاهم، يعني لانها مشبوكة على V1 والV2، اوكي، نفس السبعة. طبعا ما بيجيب لي اختصر او مثل هيك، بس يعني تكون عارفهم شيء منيح، او المفروض اكون قادرة اني انا استنتجهم كوني فاهم البارلل وفاهم النود. هلا رح احلها اول اشي على اساس انه سلك فاضي، بس اكتب المعادلات يعني، ورح احلها مثل ما هي موجودة بالكتاب، سوري بالسيدات، انه في هنا 4 اوم. اوكي، تمام. بدي اوجد معادلات ال V1 وال V2 كون انا عندي مجهولا اللي هو V1 و V2. بحكي V1 minus V2 على 3، تمام. V1 داخل في النود يعني سالب ناقص السالب 8 يعني زائد 8. اوكي، هاي برضو داخلة بالنود يعني سالب، ناقص الناقص ثلاثة صارت موجب ثلاثة. هاي هدول ايش؟ واحد
2 3 هاي كمان v1، بالتالي راح اضمها لنفس معادلاتها، فبحكي v1 زائد v1 minus v2 على 7 اوكي، لانه نفس النود يعني. هنا زائد v1 على 5 زائد تيار طالع من النود يعني موجب، هاي زائد قيمته سالب 25 سالب 0. كيف اوجدت معادلات ال v1؟ بحكي انه v1 وهون v1 الاثنين يعني نفس بعض يعني، فبحكي انه v1 minus v2 على 3 لاني انا اصلا عندي ال v1 داخل بالنود يعني سالب سالب السالب 8 8، وهون نفس الشيء سالب السالب 3 هي كم؟ 3 اوكي. على طول السلك الفاضي نفس النود، بالتالي هاي كمان v1، v1 ناقص v2 على 7 لانه انا عندي ال v1 او عم بوجد لل v1 حكيت v1 ناقص v2 اوكي، طالع من النود يعني موجب، موجب سالب 25 سالب 25 و v1 minus 0 على 5، هيك معادلات ال v1 اوكي. v2 شو معادلاتها؟ v2 minus v1 على 3 زائد v2 على 1 زائد v2 minus v1 على 7 زائد طالع من النود يعني موجب سالب 3 موجب، وهو قيمته سالب هي سالب. كم من واحد طالع من اللي عند ال v2؟ هي 1 هي هيك 1 2 3 4 1 2 3 4 يكون 0. طب ال v1 هي 1 هي 2 هي 3 هي 4 هي 5 وهذا السادس 1 2 3 4 5 6. هي هنا هاي ال v1 1 2 3 هاي نفس النود هيك، هون 1 هاي 2 وهي 3 تمام. بحلها على الكالكوليتر بتعطيني ارقام غير تماما عن لما احلها وفي مقاومه. هي رح احلها على الكالكوليتر عشان بين انه مش نفس الارقام. مد 5 equation معادلتين بمجهولين 1 يعني مش حفظ بس انه مبينه من صيغه المعادله اوكي. A رح اعتبرها v1، B رح اعتبرها v2 اوكي. معاملات ال v1 هي 1 على 3 1 تقسيم 3 زائد هون 1 تقسيم 7 زائد 1 تقسيم 5 خلص هيك خلصوا تمام. بتساوي ال v2 minus 1 على 3 minus 1 على 7 minus 1 تقسيم 3 زائد minus 1 تقسيم 7 اوكي. الحد المطلق شو؟ هون ما في حد مطلق. التمانية لو بدي أخذها على الطرف الثاني بتصير سالب 8 زائد نفس الشيء سالب 3 زائد هون ما في حد مطلق ولا هون هنا. 25 أخذها على الطرف الثاني هي 25 25 تمام. هاي المعادلة الأولى خلصتها. المعادلة الثانية بدي معاملات ال V1 اللي هي ماينس 1 تقسيم 3 زائد ماينس 1 تقسيم 7 بتساوي ال V2 اللي هي عبارة عن 1 تقسيم 3 زائد الواحد بس لا هي في هاي كمان زائد 1 تقسيم 7 اوكي. الحد المطلق هون ما في ولا هون ولا هون، في هنا سالب 3 ما بدخلها سالب بدخلها موجب لان بدخلها على الطرف الثاني يعني. هاي 3 اوكي. V1 V2 حكينا V1 هي الاولى. لما يجيب لي رقم مثل هيك بكبس على الاس دي بتحول عندي لصيغة عشرية مثل هيك، فعبارة عن 28.641 فولت طبعا تمام. هنا نفس الشيء بيجيب اللي اياه يكسر على الاس دي بحوله عادي، هي هاي الاس دي تمام اللي هي 11.2716 فولت. هلا هدول في حال شو كانت عندي هاي شورت سيركت يعني سلك فاضي. طب لو كانت 4 هذا السلك الاصفر كان في مقاومة قيمتها 4 اوم تمام. بتضلها هاي نفسها هاي؟ لا بتصير هاي V3
ليه؟ لأنه اختلف النود، مش نفس السلك، يعني السلك مش فاضي لحتى أعتبر إنه هاي كلياتها نفس النود. رح أكتب المعادلات V1 ماينس V2 على 3 زائد V1 ماينس V3 على 4 زائد داخل بالنود سالب يعني 8، وهون داخل بالنود برضو سالب زائد 3 سالب السالب يعني 1 2 3 4 1 2 3 4 0. المعادلة الثانية V2 ماينس V1 على 3 زائد V2 على 1 زائد V2 ماينس V3 على 7. هذا التيار طالع من النود يعني موجب ناقص 3 بتساوي 0. 1 2 3 4 1 2 3 4 تمام. المعادلة الثالثة اللي هي V3 ماينس V2 على 7 زائد V3 على 5 زائد بدي أخذ هاي أول V3 ماينس V1 على كم؟ على 4. طالع من النود يعني موجب زائد سالب 25 تساوي 0. اوكي، ثلاث معادلات، ثلاث مجاهيل، نفس الشيء على الكالكوليتر بحلها. اوكي، كيف بحلها؟ مود equation اللي هي 5، الثانية اللي هي AX A BY C Z و D N اللي هو هذه المطلق برضو بعد المساواة. كثير لازم أكون منتبه لها، لأنه لو حطيت يعني نفس إشارتها قبل المساواة بيطلع معي أرقام، وممكن أشوفها كمان بالخيارات بس هي خطأ. اوكي، فاتنين بطلع عندي ماتريكس 3 by 3 وال4 الكولوم عشان في عندي بعد المساواة. تمام، طبعا هاي الكالكوليتر عم بتحل ماتريكس، يعني الحدا اللي ممكن يكون ناسي كالكوليتر ما يعملها، طبعا ما يحاول ينساها. ممكن تنحل ماتريكس بس تاخد وقت، بس انها بتنحل ماتريكس عادي، غاوس إليمينيشن او غاوس جوردن اي شيء يعني. طيب تمام، V1 V2 V3 رح ادخلهم هيك. V1 اللي هي 1 تقسيم 3 زائد 1 تقسيم 4 زائد، بس ما عندي ولا شيء. اوكي، بتساوي V2 اللي هي سالب 1 تقسيم 3 زائد، ما إلها بس هاي يعني. V3 اللي هي سالب 1 تقسيم 4. طيب بعد المساواة عندي سالب 8 وسالب 3، بحكي سالب 8 زائد سالب 3 هاي بعد المساواة. تمام، طبعا بلاحظ انه انا عم بكتب مثلا للنود الاولى ل V1 V1 تتكرر معي اغلب التيرمز، بينما V2 و V3 تاخذ جزئية واحدة، ممكن تنتين بس بالغالب انها بتاخذ واحدة. بينما لما بدي اكتب لل V2 على فرض، ال V2 بتاخذ عندي اكثر من تيرمز بلاقيها، يعني لما بدي اكتبها على الكالكوليتر لها اكثر من حد، يعني بضطر استخدم الجمع. بينما ال V1 وال V3 بلاقي انهم بس واحدة او تنتين. اوكي، هذا اشي بلاحظه لما بدي اكتب نودل. تمام، المعادلة الثانية بدخل أول شيء معاملات الـ V1 اللي هي ماينس 1 على 3، ما لها ولا إشي تاني، بتساوي الـ V2 لأني عم بكتب للـ V2 فإلها أكثر من جزئية اللي هي 1 تقسيم 3 زائد 1 تقسيم 7 زائد 1 اللي هي هاي 3 كتبتهم. V3 ماينس 1 على 7 ماينس 1 تقسيم 7، الحد المطلق اللي هي 3 سالب هون صارت هون 3. اوكي، بدي اكتب شيء هون ل V1 اللي هي ماينس 1 تقسيم 4، V2 اللي هي ماينس 1 تقسيم 7، V3 اللي هي 1 تقسيم 7 زائد 1 تقسيم 5 زائد 1 تقسيم 4، الحد المطلق اللي 25 بس اخذه على الطرف الثاني يساوي 1 اللي هي عبارة عن V1 حكتبهم هنا، V1 بتساوي 5.413، V2 اللي عبارة
7.736 B3 تساوي 64.315. تمام. هلا في حال لا قدر الله حليت بس ما لقيت الجواب اللي بدي اياه، مش موجود على بالخيارات، برجع كمان مرة بالمساواة بلاقي انه الماتريكس لسه موجودة، بقدر اعدل عليها، بتأكد انه انا عم بحط حدود صح. ممكن انا اكون داخل على الكالكوليتر خطأ، ناسي انه اخده مع الطرف الثاني، يعني مثل هيك، فبتأكد مش بحذفها كاملة وبرجع بعيد من الاول، بتأكد اول شيء من معادلاتي انها بتكون صح، وبحاول اول شيء اتأكد بعدين ادخل على الكالكوليتر عشان اضمن لي. هاي وجدت V1 V2 V3. لو طالب مثلا مني تيار الخمسة اللي عبارة عن V3 على 5 هيك، او هيك 0 يعني سالب V3 على 5، تيار السبعة اذا عامله هيك V3 ناقص V2 على 7، اذا هيك V2 ناقص V3 على 7، مثل هيك. هيك بتكون تقريبا خلصت ندل. ضل اكزامبل واحد هيك شوي طويل على الندل، حلو بالفيديو الثاني. هلا اي حدا بيواجه مشكله بالسيركت وما بيعرف يحلها يستخدم ندل، يعني لما تنعجه اخذ ندل او استخدم ندل. ليه؟ لانه هي عباره عن يعني بالغالب او دائما بتزبط، بس بكتب معادلات وبدخل على الكالكوليتر بتحل. يعني ندل اللي مش عارف يحل السيركت يحل ندل. طبعا اكثر من اشي ممكن يحل نفس السيركت، بس اذا ما عرفت حل ندل، لانه ندل على الاغلب جوابها صحيح وعلامتها مضمونة، لانها كالكوليتر اللي بتحل.